السلام عليكم اخوان، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد على فورد كوغا. يا هادي بالنسبه لهادي راه للبيع، موتوريزاسيون 2 لتر مانيوال، موديل 2015، كيلومتراج ضربه تقريبا شي 100 ألف. مهم طونفيل زوينة تبارك الله، في غوج بلا ليد، نمالا إلكتريك، فيمي دوريجين لور، وعندنا تاكسيل في البيبان، بحال دابا كونتاك هو في يدي، منحتاجش ندير كونتاك في الجيب، المستمعين هاهي تسدات. اون فوا كتخشي ديك البواني متحتاجش تجبد كونتاك من جيبك كاع، فهمتوني؟ مراية رابطة بالإلكتريك، جوانطات هانتوما كتشوفو ديال التيتانيوم ديال العامرة، و جوانطات ار 18، بنوات باقا فيهم واحد 65-70%. وانتما كتشوفوا الطوموبيل كي دايره من برا، راه باقا تبارك الله نقيه نقيه بزاف، نقيه وزوينه. نشوفوها من الداخل، بقاو معايا و نطلبوا السماحه من الناس اللي قالوا لنا ديروا لي، اللي قالوا لي دير لنا فيديو على ود المرسيدس اللي كانت هنايا، اسمحوا لي بزاف تعطلت عليكم. مرسيدس تباعت البارح، مهم ضروري غتكون شي وحده اخرى ان شاء الله، ونديروا لكم عليها شي فيديو ان شاء الله، ضروري ضروري. المهم راه دخلت في بلاصه التوران هذه 2 لتر اوتوماتيك 2015 تقريبا، يلاه مدونه. نبقاو في الكوغا، فورد كوغا. انا فورد كوغا شاية كتبقى بالكوير، كوسانات كوير الكتريك، اسمحوا لينا الطابيه شويه موسخه. مرايه رابطه بالالكتريك، هانتوما كتشوفو معايا من الداخل. المهم انا كونتاك هو في جيبي، نطلع نبرك على لومبرياج و ستار امارش. المهم طوموبيل ضاربة 108 ألف، كيلومتراج ديالها 108 ألف. طلع ميساج ديال الكلي، قالتلك الباتري ديالو راه عيان، ناقص شويه. المهم ليميتور الى والريغيلاتور ديفيشي هما، كوموند فولون، وعندنا هنايا ديال الضو، سيرو ديال الضو. المرايه قلت لكم قبيله رابطه بالالكتريك، شنو هو عاوتاني؟ قلت لكم المالا الكتريك، ها البوطون ديالها، انا نبرك عليها من هنا هي غتشحل. شفتو هاي طالعة بوحدها، نعاودو نسدوها، هاهي تسدات. بالنسبة للصالون هانتوما كتشوفو تبارك الله باقي جديد، مع الكوير ديالو نقي دوريجين، طابلو تا هو شكي باقي ها. المهم طوموبيل باقا تبارك الله نقية، وفيها كليم ديجيتال، كليم ديجيتال و ستار ستوب، ستار ستوب ماشي ستار ستوب ديال الديماراج، هادي ديال اللي كتسكت بوحدها، ملي كتوقف كدير بوان مور كتسكت، كتبرك على لومبرياج كتعاود دير امارش. وعندنا هنايا كوسانات شوفون كيسخنو، ليكرون عندنا لا مويان ماشي ليكرون كبير، اي كيتافيشي فيه الراديو، بلوتوث فيها سي دي، فيها سميتو لوكسيليير و اليو اس بي، ها هما كيبانو واقيلا راه تيبانو ليكم، ها هما. شنو عاوتاني؟ راه هادشي اللي كاين، هادشي اللي طلع، هادشي اللي كاين. المهم هانتوما كتشوفو معايا،
نسكشوها ولا نخليوها امارش ونزلو نعاود نشوفوها على برا ونشوفو البيبان لور، نحلو ليكم المارة عاوتاني على برا. كيف قلت لكم في ميدور يجينا هو كل سنة شرب باقي نقيين، يا طوموبيل كاملة باقي نقية في الصراحة. شو الطابلي كي باقي داير، الموكيت باقي نقي. المالا هي كتبرك صافي كتطلع بوحدها. عندنا هادي ملي غنسدوها، ولكن ما وريشكمش باش يبقاو معايا. بالنسبة للسكور دايرين فيها ديال 80 كيلومتر. هاد اللعيبة هادي تقول لك بلي ما تفوتش بهاد السكور 80، حقاش صغير، فهمتوا؟ حقاش لابيسور ديالو ماشي 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 كبير، غير صغير. هو النمرة 17 155 70 17 155، يعني ليبيسور ديالو صغير ماشي عريض، وماشي ديال السرعه غير ديال الديباني وصافي. والسكور راه باقي جديد، باقي جديد، باقي فيه الصباغه ديالو ديال اللي كتبين بلي ما عمرو ما تقاس في الارض، باقي ما عمرو تحط في الارض. هذا مكان، وهادي راكم عارفين ديالاش، كتبقى انا كيبان ليا دايرينها غير ديكور وصافي، حقاش ما غاتهز لك والو هنايا. اي كتبقى كدرك بها داكشي اللي حاط انت هنايا باش ما يبانش من الجاج ديال المالا، وما يبانش من الجاجه هادي باش ما تعرضش للسرقه ولا شي حاجه. وهادي كنبركو عليها كتدخل. هذا مكان سدو المالا، ها هي دابا غتسد. ماتريكيل الدار بيضاء كيف كتشوفوا، الف 11. المهم طوموبيله زوينه تبارك الله، اللي بغى يركب. قلت لكم ديجا الموديل 2015 2015، الوريقه 8 ديال الخيل 2 لتر. وشنو هو عاوتاني كونسوماسيون؟ راكم عارفين 5% حتى 5.5 في الطريق طويله، هذا الشيء الا كنتي غادي بال 100 110 ماكسيموم 120 كاع، وغتكونسومي لك 6.5 حتى 7% في المدينه. وبغيتي تفوت انت في كونسوماسيون، راه رجلك اللي تتحكم، ديما الشوفور هو اللي تيحكم على الكونسوماسيون ماشي الطوموبيل. تقدر تركب على طوموبيل 3 لتر وما غاتكونسوميش بزاف مقارنه مثلا مع هادي. كيبان لي غنوريكم الموتور، معمرني شريت لكم كابو، المهم بقاو معايا تشوفوا الموتور ديالها. تلف لي كاع انا هاد البوني هذا، ما عرفتش فين هو. هو الموتور ديالها. بالنسبه للي ما عارفش هذه المعلومه، هذا موتور ماشي ديال الفورد، هذا موتور ديال بيجو. الناس اللي ما عارفينش هذه المعلومه ها هي عندكم، هذا موتور بيجو. حقاش الفورد دابا كامله كتخرج موتور بيجو. وبالنسبه لهذا الموتور هذا هو اللي كاين في الرانج روفر ايفوك، هو اللي كاين في هذيك رايه في الايفوك. وبالنسبه للايفوك راه يكون فيها الجماط، راه يكون فيها هذا، وشي يكون فيها واحد اخر ديال عنده شراكه مع اللاند روفر والجاكوار. المهم هذا دابا الفورد كوغا، والفورد بصفه عامه دابا اللي كتخرج كامله كتخرج موتور فورد. هذا مكان. المهم على هاد الكابو طونبيل جامي اكسيدونتي، رشوشه الصباغه في بارشوكات فقط، طونبيل مليحه تبارك الله. كنظن ان الفيديو صافي، سهلة معلومات على الطوموبيل كاميرا قلت لكم، بارطاجيو مع الناس اللي مهتمين بهاد السيارة هذه اللي بغاو يشريوها. والحديد الاخر ها هو موجود،
اللي بغى شي حاجه مرحبا. كرواسون ويش 2019 الايغ فيها تيبو جلوان، عندنا هذيك البيضاء وعندنا هذيك فيرسيون ستريس ماشي العاديه، فيرسيون ستريس بالجوانت كحلين وفي مي دوريجين. المهم تبارك الله عليكم، طولت عليكم الفيديو شويه. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على التوران، هذه توران 2 لتر اوتوماتيك. هذا مكان الاخوان، تهلاو ليا في الراس وسمحوا لي بزاف تعطلت عليكم، والناس اللي قالوا لي ديرنا فيديو على المرسيدس راه غنطلب منكم السماحه، وغنجيب لكم مرسيدس ان شاء الله وندير لكم فيديو. يلا مع السلامه.